سيتمكن المواطن الجزائري من رفع شكاواه لمصالح شركة سونالغاز على مستوى الوكالات، حيث تم تخصيص مكاتب تسهل إجراءات التواصل بين الزبائن والشركة، وسيتمكن الزبون من رفع شكاواه قبل أن يدفع ثمن فاتورة الكهرباء. كما تمكن هذه المكاتب من معرفة أسعار الكهرباء لاختيار النمط المناسب حسب رغبة الزبون. أصبحنا نشتغل يوم السبت، واقتربنا كثير من المواطنين، ووضعنا في كل وكالة وكل مديرية مكتب التوجيه والنصائح. يعني عندما يدخل الزبون عنده مشكل في الكهرباء، عنده مشكل في الفاتورة، ما يروحش باش يدفع، يشتكي ومن بعد يدفع، يوضح لكل زبائننا كيفية تسعيرة الكهرباء وكل تسهيلات بالنسبة للتسعير. احنا واضحين في هذه العملية، يعني ما فيش تسعيرة امبوزي كما راك تقول على المستهلك. سي 58 مليار دو دينار en diminution de 25% par rapport à l'exercice 2016. Ces créances c'est des créances à fin 2017. مسلسل انقطاعات التيار الكهربائي لن يتكرر، وخاصة في الولايات الجنوبية، والمواطن منتج للكهرباء هو مشروع تسعى شركة سونالغاز لتحقيقه مستقبلا، أين سيتمكن الجزائريون من توليد الكهرباء وحتى بيع الفائض عن حاجتهم للشركة. دعمنا المحطة المتواجدة باش نغطيو نهائيا المشكلة تاع الكهرباء، ووضعنا خطة باش نديرو شبكة جديدة ومحطة جديدة في جنات، محطة جديدة في تينزاواتين رايح تدخل في الخدمة في شهر نوفمبر في تينزاواتين 2019 إن شاء الله. ما يكونش مشاكل، تكون هذا الاستعمال الطاقة الكهربائية عبر الألواح الشمسية في الاتجاهات الاثنين، يعني احنا نوفروا الكهرباء والزبون كيكون عنده اكتفاء ذاتي ممكن يوفر في السوق لسونالغاز. هذا وكشف المدير العام لسونالغاز أن الشركة ضاعفت هذه السنة نسبة تصديرها للكهرباء إلى الجارة تونس مع مشاريع أخرى لرفع طاقة الإنتاج والتوزيع.